السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. متتبعي الكرام، إخواني الأعزاء، أهلا ومرحبا بكم أولا في متحف الدورية. هذا المتحف الفريد من نوعه، وهذا المتحف الإبداع الهواري الذي قام به تلميذ العزيز الدوش الحبيب، والذي استضافنا اليوم في إطار نبش للذاكرة وبحث عن تاريخ يجهله الكثير من الناس، ومن الأفضل أن يرد له الاعتبار. معي اليوم الأخ والزميل الهبرات السي محمد. الهبرات السي محمد لاعب قديم لشباب هوارة من فترة نهاية الستينات والسبعينات، وفي نفس الوقت هو كان يحب الفن كأخيه كذلك الفنان الكبير، الذي كان يقوم بتنشيط الحفلات التي كان يقيمها أخي الحاج محمد في أولى التيمة. الجميل جدا، الجميل أنه كان شاهدا على حادث مهم جدا، فجع أولى التيمة في شخص مهم وفنان كبير هو المهيدي. ففرقة المهيدي أو فرقة أولاد إبراهيم للوناسة واللغطة كانت أشهر فرقة تمثل التراث الهواري في ذلك الزمان، وشاءت الأقدار أن تحرمها أولا من فرصة الفراجة أمام حضرة صاحب الجلالة الملك الحسن الثاني طيب الله ثراه، وتم تعويضهم بفرقة زبندر التي سافرت إلى أمريكا فيما بعد، وفي آخر لحظة نظرا لعدم قدرة المهيدي على جمع جميع أعضاء الفرقة في الوقت الذي طلب منه بإحضارهم من أجل الذهاب والاستعداد للذهاب إلى مراكش للقيام بلوناسا أمام صاحب الجلالة الحسن الثاني رحمه الله. وشاءت الأقدار كما قلنا أن يكون السيد الهبرات من الحاضرين أو شاهدين على هذا الحادث، فكيف تم الأمر؟ بسم الله الرحمن الرحيم. هذه كانت اليوم صباح نص الصبح، كان الخميس ثلاثة تاع عام في الأدباء. نعم، كان كيعمل سوق ثلاثة. أنا مشيت مع الزميل ديالي حدايا تما، وصلني للدوار. نعم. تشا ولاد إبراهيم تما فين كان هذاك الحفل، كانوا هذوك المغنيين بيغنوا. مشيت معاه، أنا كيعرفني شوية تنخاف، حقدت واحد الوقيتة في الليل. لحدد الليل، حضون الليل، قلت له ديانا خصنا نروح ثلاثة الصباح عندي السوق. نعم. ما كاينش لينا نجلس معاك انا حتى الصباح هنايا. نعم. كنت تم خليفة يلقي شحال هذا يجي تما، هو بما فيه الصباح جا عندي قال لي يلا تشوف ربي هنجاك واحد الكارثة. قلت له اش وقع؟ قال لي هذيك الدار، ذاك البيت الكبير اللي كانوا جالسين فيه هذوك الفنانة، قلت لا ما سدش الفتيله ديال البوطه. ديك البوطه ما تسدتش، بقات تنفس شويه. المهم الدار ما بغاوش يفيقوهم نظرا سهروا، قالوا خلوهم حتى تسعدوا الصباح شهر اللي عطوهم. نعم. عطوهم الفطور نقوا عليهم، عيطوا دخلوا كيشموا الريحه ديال البوطه. الريحه ديال البوطه جا السلطان الخزنيه، جا ممرض عنده واحد من العائله ديالو تا هو حصل تما. كيعاود ليا الممرض قال ليا كنشم جهده الريحه ديال البوطه مزيان، قال لك اسفكسي كان داوم الحسن الثاني ديك الطريق، داوم كلهم السبيطار الحسن الثاني. يا كاريتا ماتوا فيهم سته، بقى واحد مسكين هو اللي بقى تيتمشى تقرب حدا الباب ديال البيت. نعم. اللي يشمو شويه الهواء داو تا هو السبيطار هو اللي عاش ديك الوقت. نعم. ايوا ما شاء الله. اذا هذه كان المهيدي
الميدي بقامته الموسيقية الهوارية الكبيرة، بحيث أنه تتلمذ عليه كما حكى لي لنا بحال الأستاذ شرع البشير وكما حكينا الخليفة الصادق، بأن المهيدي كان هو أستاذ الموسيقى، على يده تتلمذ الكثير من الرواد ديالها فيما بعد. بالنسبة للناس اللي عايشوا ديك الوقت وأنا واحد منهم، بأن الكثير منا كل شيء عاقل عليها، أنا عاقل عليها شخصيا لأن كانت كارثة انتشرت الأخبار ديالها. شكرا لك السي محمد، شكرا لك كثيرا على هذه المعلومات، ولنا الشرف أن نستضيفك في قناة شاس الاستواغ مطاردة التاريخ. دائما خرجنا إلى العالم من أجل البحث عن النقط المهمة في تاريخ هوارة. ولك سي محمد، وإلى الملتقى إن شاء الله. لا شكرا على وجهك. شكرا. لا شكرا على وجهك.